ها هو اللي كيسمسر الطعم، ها هو هذا هو اللي كيسمسر الطعم، وهذا غادي نرجعوه للماء. واش الدبدوب صافي؟ واقيلا الدبدوب سالا، واقيلا الدبدوب راح مشى فحالو. السلام عليكم متابعي قناه ناتيو بلازير، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. انا راه مصيد في لابلاج ديال اكادير، نتمنى على الله تكون شي حصيله. دابا البحر كمعلومه البحر ساعتين ونص دابا باش بدا السرحه ديالو، مع تيسير الله كان شويه ديال البرد، الماء الحمد لله سخون. نتمنى على الله تكون شي حصيله. بالنسبه للطعمه راه كاين القمرون، السردين، والروطال، هذيك الروطال اللي جمعت من تيبحيرين. خليكم مع الفيديو، نتمنى تكون شي حصيله نتقاسموها معكم. ما تنساوش تخليونا لايك للفيديو، اللي مازال ما دار ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديال القناه، وشكرا لكم. على بركه الله الخوت، دابا وصلنا راه الفوق السرديل، وصلنا راه لتحت السرديل. البلومه ديال 80 غرام، الترقيعه ديال 35، السبيب الرئيسي اللي من البوبينه ديال 40 كيف العاده. مع تيسير الله دابا نشطوها نشوفوا شنو كاين. بالنسبه لينا بالشخار، ولكن هذا صغير الخوت، هذا نوكي نرجعوا للماء، هذا يرجع للماء الخوت، هذا صغير. سير على بركة الله، سير. ها هو كالخوت، ها هو كيعود. على بركة الله نجربوا طعيمة ديال القيمرون. هاهما جوج صنادر، قيمرون الفوق وقيمرون لتحت، صنادر كلهم الفوق مع تيسير. ها الخوت، الله يرحم الوالدين، ها اللي جا لابلاج يجمع الزبل ديالو، الله يعطيكم الخير. كليتي وشربتي، راه كاين بلاصة فين تلوح الأزبال، الله يرحم ليك الوالدين. شنو نبقاو شاين نصيدو فيهم حنايا الخوت؟ من بعد واحد ساعتين ونص ديال الصيادة، مازال ما جاب الله والو، وصلت وقت المعالجة الخوت. البحر تقريبا بقى واحد ساعة دما كان يسالي الخويا ديالو، صيدنا في نص خويا تقرب يخوى البحر، مازال ما جاب الله. دابا غادي نضربو عاوتاني على العمارة، نصيدو واحد ساعة دما كان من بعد ما يبدا يعمر، مع تيسير الله. واحد المعلومة الخوت، اليوم راه 17 ولا 18 في الشهر العربي، شتو القمرة راه يلاه يلاه طالعة. ها هي الخوت، هذيك الروطة اللي جمعنا في تيبحيرين، ها وحدة منها. دابا غادي نجرب شي صبيان مع تيسير الله، مع السرديل، ويا كي كيسمسرو هذاك الشيء، عليك يا رب. هانتوما الخوت، ما كاين غير التسمسير، ها سمسير. هنا درت السرديل سمسرو، هنا درت داك الصبوع ديال الروطال، هاون خلاو غير الصنارة، ما عرفنا كاع شنو هاد العجب هذا اللي كياكل الطعمة. واش الدبدوب صافي؟ واقيلا الدبدوب سالا، واقيلا الدبدوب راح مشى فحالو. ومع تيسير الله غنتسناو دابا الدورة ديال البحر، عليك يا ربي. تحركت شي حاجة من نفس عاد الما كان راه وما تحركتش، الله يجعل البركة. ها هو الخوت، هذاك العجب اللي كيسمسر الطعم، ها هو هذا اللي كيسمسر الطعم. السواع ديال الصيادة كانت تمشي الطعمة، شي ضريبات صغار، هذا وداك الشخار. الله أعلم إذا الكور فين راه سالات، راني صيدت في النص ديال الخوية. ها البحر دابا كيعمر تقريبا شي ساعة ديال المكان، هادي باش بدا يعمر، مازال ما حصلت حتى شي حاجة، هاد الضريبات الصغار. ومع تيسير الله صبر باقي واحد شوية، هاد المكان تحرك شي دبدوبة، تبارك الله ما تحرك شي،
رجال البركة. هادشي اللي محرك دابا ربح الطيبة زوينة قلت لها واش يكون بينا صغيرة شي تبدوبة ها شو هاد الفرتيتات ها اي صغيرة ارجعو يعيش تيكبر. ها انتوما الخوت ها السنسرة ها كيس مسرطة ما ماشي كياكل شوف منين شادها لا ماشي من فمو راه غير خاطفه ها ما شاء الله وصافي هادشي ما عادش دارجين هاد الليله هادشي وانا نرجعو دابا هادشي يمشي يكبر يمشي يعيط على شي واحد اللي كبر منو يجي عندنا يلا سير سير وما تنساناش يلا سير سير على بركة الله سير هانتوما الخوت ركب دابا جوج صنانق هادي هي التطعيمة الاخرى الى سخر الله غادي ندير فيها هاد الروطالة هادي غنفيكسيها في هادوك جوج صنانق غادي نلونسيها البحر دابا راه ساعة وشوية ساعة وتلت تقريبا ساعة ونص باش بدا الدفوع ديالو كان غير داكشي الصغير دازو شي رياس من حدايا هنايا كيصيدو بالشبكة قال لك بلا صغير هو اللي كاين ما تيسير لا غادي ندير انا هاد الروطال هادي وانا نشحطها ونسمر عليك يا ربي وانا الخوت هاي الروطال ها وانا ما كان اللي بغا يسول فيها ما تيسير لا نرجع تاني الصنارة صغيرة ونلونسيو نشوفو الله واش كاين شي حاجة دابا ساعتين زعما كان باش بدا البحر الدفوع ديالو الله عليك يا ربي الخوت الصيادة لهاد الليلة هادي راه سالات الله يجعل شي بركة كيما شتو راه كثرة السنتر اللي كاين عييت ما نشحط عييت ما ندوز الطعمات ها قمرون ها السردين ها الروطال والو ما بغاش ياكل درت السردين القديم درت السردين الجديد ما بغاش ياكل كيما سمعتو راه الابلا صغير هو اللي كاين كوربينا الله اعلم واش سالات ولا مازال المهم ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعاودو نتيستيو وغنعاودو نسييو شوفوا الله واش باقي مازال الكوربين ولا لا الى تفرجتوا حتى لهنا كنشكركم على المتابعه تهلاو فراسكم حتى نلتقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم.